أردوغان يعلنها رسمياً: نرفض انضمام السويد للناتو وموقفنا إيجابي تجاه فنلندا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي الناتو طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها. جاء ذلك في خطاب أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة. وأضاف أردوغان أن موقف الحكومة إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه السويد. وأواخر يناير كانون الثاني المنصرم أحرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي. وفي 28 يونيو حزيران 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب. وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية التركي مبلوت شاوشأوغلو إن من يقف وراء الاستفزازات بالسويد المتمثلة بحرق المصحف الشريف يهدف لعرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي ناتو. وفي رده على مزاعم وقوف روسيا وراء الاستفزازات الأخيرة قال: لا أستطيع القول إن الشخص الفلاني أو الجماعة الفلانية هي التي تقف وراء هذه الممارسات على حد تعبيره. وفي سياق آخر انتقد الوزير التركي سماح السلطات السويدية بحرق المصحف مبينا أنها لم تسمح فقط بذلك بل وفرت الحماية الأمنية أيضا لمن قاموا بالأمر. وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة يتصدرها زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.